بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن محاضرة جديدة في هندسة الري والصرف عن العلاقة ما بين التربة والمياه والنباتات. الصور اللي هتكلموا عنها أو التربة هي الجزء العلوي أو السطحي من القشرة الأرضية اللي بتمتد فيه جذور النباتات اللي احنا معنيين بدراستها، وعادة بناخدوها في حدود من 1.20 متر ل2 متر. اللي على أساس لما نقدمه شوية ونتكلم عن نظم الصرف سواء المكشوف أو المغطى أو الرأسي، والمياه اللي هتستخدم في عملية الري، وعندنا في المناطق القاحلة أو المناطق الجافة الأريد ريجون أو السيمي أريد ريجون بتستخدم المياه لعملية الري بديلا عن الأمطار في المناطق الرب. نبدأ أول سلايد بيتكلم يقول إن عملية الري irrigation is defined as artificial application of water، اللي هي عملية الإضافة الصناعية للمي to arid lands. arid اللي هو الجاف، المناطق الأراضي الجافة اللي احنا في حزام منها، وإن المناطق الجافة يعني إن كمية مياه الأمطار لا تكفي لإتمام عملية أو إتمام العملية الزراعية من الإنبات حتى الحصاد، لكن أحيانا ودي موجودة في الساحل الشمالي في مصر، أحيانا تولى كمية الأمطار خلال فترة السنة كافية لي إنبات الشعير أو القمح، وأحيانا لما تبقاش كافية لغاية آخر الموسم فبندوا مريات إضافية اللي بسموها supplementary irrigation. يعني دلوقتي تعريف supplementary irrigation هو الري التكميلي لما تكون كمية مياه الأمطار غير كافية لإتمام عملية الزراعة سواء بالكمية أو بالزمن، سواء النقص ده في الكمية أو في التوزيع الزمني خلال فترة النمو. نرجع للسلايد. تهلب in growing agriculture crops or maintaining the landscapes when there is shortage of natural water by rainfall. لما يبقى فيه نقص في الإمداد بكمية المياه اللي عندنا هنا بتوعنا كمية مياه الأمطار اللي هو الرينفول. أي supplementary irrigation وضحت قدام منك تحت هيت معنى كلمة supplementary irrigation اللي هو الري التكميلي اللي احنا اتكلمنا عنه من شوي. The primary objective of irrigation is to provide the land with sufficient water to obtain optimum yield and high quality harvested product. الغرض من عملية الري هو إمداد النباتات بكمية مياه كافية
لإتمام العملية الزراعية حتى الحصاد، الهارفستد اللي هي الحصاد. The required timing and amount of applied water is determined by. يبقى عندنا عملية الري عبارة عن مكونين، كمية المياه ووقت الري. كمية المياه ووقت الري، طبعا في الأساس نوعية المياه، في الأساس نوعية المياه، يعني مش ممكن نروب مياه ملوحتها عالية، مش ممكن نروب مياه فيها عناصر ثقيلة وخلافه. يبقى كمية المياه والنوعية هي ديت المقصود بعملية الري. أول حاجة the prevailing climate conditions اللي هو الأجواء المحيطة أو المناخ، اللي هو عبارة عن درجات الحرارة، سرعة الرياح، عدد ساعات سطوع الشمس، الرطوبة المطلقة والرطوبة النسبية وما إلى ذلك، اللي هو climatic conditions اللي هو العوامل المناخية. The crop and its stage of growth. The crop and its stage of growth. نوع النبات ومرحلة النمو بتاعته، وفي مرحلة الإنبات بناخد مياه قليلة خالص، ومرحلة الإثمار أو التزهير بناخد أكتر كمية مية، وفي مرحلة الحصاد بناخد كميات أقل. يبقى عندنا نوع النبات ومراحل النمو. تالت حاجة soil properties، التربة، تربة رملية ولا تربة طينية ولا ما بين الرملي والطيني، على أساس إن نفاذية التربة بتأثر قدرة التربة على الاحتفاظ بكمية المياه، بتأثر منسوب المياه الأرضية، بيأثر قرب المياه، منسوب المياه الجوفية من سطح الأرض بيأثر. ده كله من الممكن ندخلوه في soil properties. وهي عملية يقول لك هي such as water holding capacity، قدرة السويل أو قدرة التربة على الاحتفاظ بكمية المياه، أو احتفاظ بالتربة، احتفاظ التربة بالرطوبة. The extent of root development، المعامل أو العامل الرابع انتشار جذور النباتات سواء في المستوى الأفقي أو في المستوى الرأسي. انتشار جذور النباتات في المستوى الرأسي اللي هو عمق منطقة انتشار الجذور، وفي المستوى الأفقي اللي بنأثره لو وصلنا في يوم من الأيام لري التنقيط، من توزيع المنقطات ما بين الأشجار أو ما بين الشجيرات، بيأثر فيها برضو توزيع أو امتداد الجذور سواء في المستوى الأفقي أو المستوى الرأسي. عندنا من ضمن حاجات اللايت، الضوء أو الشمس، والتمبريتشر درجة الحرارة، والموسشر اللي هي الرطوبة. ديت عوامل بتأثر في العملية الزراعية وعلاقة المياه والتربة والنبات. Soil water plant relationship
relationship. بقولك soil factors، عوامل اللي بتأثر أو عوامل التربة المؤثرة في العلاقة ما بين التربة soil والووتر والبلانت. أول حاجة الانفلتريشن، اتكلمنا قبل كده عن التخلل، اتكلمنا عن الافسيتي ازاي. أو دلوقتي انت بس اعرف ان أول عامل اللي هو التخلل، اللي هي انتقال المياه من فوق سطح التربة لتحت سطح التربة. البرميابيليتي اللي هي النفاذية، والريدابيليتي اللي هي قدرة حبيبات أو قدرة التربة على مقاومة العوامل الطبيعية. البلانت فاكتورز، العوامل اللي بتخص النبات، نهتم بمنطقة انتشار الجذور، عمق الجذور اللي هو الروتينج كاركترستيك، والليفابو ترانسبيريشن. الليفابو ترانسبيريشن ده مصطلح لازم تكون عارفه، هو بيجمعهم البخر اللي هو الايفابوريشن من على سطح التربة او من التربة، عشان ما انت عارف ان بيحصل بخر من سطح التربة اللي فيها كمية من الرطوبة، ومن الممكن يحصل البخر العمق يصل الى متر من تحت سطح التربة. والترانسبيريشن اللي هو النتح، اللي هي العملية الحيوية اللي بتخلص منها أوراق النبات من المياه، تمتص منها العناصر الغذائية من المية اللي هو تسحبها من التربة من طريق الجذور وجمعهم الاثنين في كلمة واحدة اللي هي الإيفابو ترانسبريشن اللي هو البخر نتح. ممكن يحصل البخر من جذور وسيقان وأوراق النبات. And effect of soil water level on crop growth and yield. وعندنا برضو تأثير منسوب المياه في التربة. Water factors are irrigation frequency، المسافة الزمنية ما بين الريات. احنا بنروي النهاردة بعد 7-8 أيام بنروي تاني، بعد فترة زمنية تانية بنروي. الفترة الزمنية بين الريات ده في الري التقليدي بتاعنا، لكن في الري بالتنقيط غالبا بيتم الري كل يوم. في الري بالتنقيط، خليك فاكر المعلومة ديت، الري بالتنقيط بيتم الري كل يوم، اللي هو الدريب إريجيشن أو التريكل إريجيشن. الدريب إريجيشن أو التريكل إريجيشن اللي هو الري بالتنقيط. لو بتكتب اكتب، احنا عندنا 3 أنواع شائعين من الري. الري التقليدي بتاعنا اللي انت بتشوفه ده، اللي هو الري تشوف الري السطحي، وعندنا الري بالتنقيط، وعندنا الري بالرش. الري التقليدي بتاعنا اللي بنقسمه الأرض لأحواض أو بنعملوها خطوط، وبتمشي المياه في المساجي، ونفتحهم الكمية عند كل حوض يتملي مية ونقفلهم ونفتح الحوض اللي بعده، أو مجموعة خطوط. ده بسموه traditional irrigation أو الري بالتنقيط.
الري التقليدي، وفي الري بالتنقيل دريب إريجيشن، وفي السبرينكلر إريجيشن. ولك هاو ماتش فوتر إز أبلاي، يبقى عندنا الإريجيشن فريكونسي اللي هي الفترة الزمنية بين الريات، وكمية المياه اللي بتعطى للفدان في الري، كمية المياه اللي بتعطى في الفدان في الري. احنا بنروم ري تقليدي اللي هو تراديشنال، او سبرينكلر، السبرينكلر هو الشات، سبرينكلر اريجيشن او سبرينكلر اريجيشن، والدريب اريجيشن او التريكل اريجيشن اللي هو الري بالتنقيط. عندنا ري تقليدي، ري بالرش، ري بالتقليد. كملوا. الرسمة اللي قدام مننا ديت، لو تمت عملية الري، تمت عملية الري يعني إضافة مياه للتربة، بيبقى عندنا علاقة ما بين كمية الرطوبة الموشر كونتينت والزمن. كمية الرطوبة في التربة والزمن في بداية عملية الري، تبقى الحبيبات مشبعة بالمياه، يعني مشبع ساتوريشن بوينت. يعني ايه؟ يعني كل الفراغات اللي بين حبيبات التربة سواء كانت رملية او طينية او خلاف ذلك، بيكون مفيش هوا خالص، بتكون كلها مليانة بالمياه. ده بعد عملية الري مباشرة. احنا بنتكلم برضو عن منطقة انتشار الجذور، عمق منطقة انتشار الجذور. يبقى بعد عملية الري على طول بتبقى في حالة اسمها saturation point، كل الفراغات تقريبا اللي بين الحبيبات تبقى مليانة مية، والنبات بيحتاج مية وهواء، ولو استمرت كمية او استمرت حالة الساتوريشن من الممكن يحصل تعفن للجذور وموت للنبات. ما بيتحملش الحالة ديت الا محصول الارز، وتقريبا برضو الموز. ده بخلاف النباتات المائية اللي حضرتك بتشوفها على جسور الترع، ديت بره الكلام بتاعنا. لكن الرز هو المحصول الشائع، الأرز هو المحصول الشائع اللي من الممكن يتحمل حالة تشبع التربة بالمياه. خلاص تمت عملية الري، تبدأ المياه تتحرك، خاصة في الأرض جيدة الصرف، في صرف كويس اللي هو الدرينيج، هتكلم عنه في يوم من الأيام. تبدأ بالجاذبية الأرضية، تتحرك حبيبات المياه، تتحرك المياه للأسفل ولغاية ما تطلع من بره منطقة انتشار الجذور. ده بسموها الجرافيتيشنال ووتر، أو مياه الجاذبية الأرضية. ده بتاخد لها من يومين لتلات أيام، تبقى الحبيبات المسافات ما بين الحبيبات، أو الفواصل ما بين الحبيبات، أو المسافات البينية بين الحبيبات، بيبقى جزء منها مية وجزء هواء. بدأ الهواء يدخل دلوقتي،
واتخلصنا من الجرافيتيشنال ووتر اللي هي مياه الجاذبية الأرضية اللي اتحركت عن طريق الجاذبية الأرضية وتوصل لي تحت، من الممكن توصل لي الجراوند ووتر تيبل اللي اتكلمنا عنه قبل كده في درس المياه الجوفية. بعد من يومين لتلاتة بنوصل لحاجة اسمها الفيلد كاباستي أو الساعة الحقلية، ده أفضل فترة زمنية يتحصل فيها النبات على المية. تبقى الجذور النبات في حوالي منها وسط مائي ووسط هوائي، ويحصل يعني ان جذور النبات بتتنفس، وفي نفس الوقت بتحصل على المية. ده بسموها الـ available capillary water، ده المياه المتاحة بظاهرة التوتر السطحي. يبدأ النبات يمتص المياه، ولو ما تمتش عملية الري فبنوصله لعملية الري اللي هي إضافة مياه جديدة، بنوصلهم للستريس بوينت. يبدأ النبات يجهد، لو ما تمتش عملية الري ووصلنا ل10 أيام 15 يوم من الممكن النبات يموت. ده اللي بيسموها الويلتينج بوينت. ويلتينج بوينت نقطة الجفاف، مع تقدم الزمن بدون إضافة مياه جديدة بنوصلهم للأنافيلابل كابلري ووتر اللي هو في مياه لكن النبات غير قادر على امتصاصها. ومع تقدم الزمن بنوصلهم للاير دراي، بقت مية، بقت هواء بس، مفيش أي مياه، من الممكن ان النبات يمتصها الاير دراي. لكن حبيبات التربة بيبقى فيه فيلم غير قادر النبات على امتصاصه ابدا، ده المياه فيلم من المياه حوالين الحبيبات التربة، ده بسموه المياه الهيجروسكوبية او الهيجروسكوبيك ووتر. طب الهيجروسكوبيك ووتر هو المحتوى الرطوبي الذي لا يستطيع النبات الاستفادة منه، وتوصل من النبات يكون مات. وآخر محتوى رطوبي عندنا بيسموه الأوفن دراي، اللي هو لو أنت حطيت التربة ديت في الأوفن، احنا بنجففه في التربة وده كده خلاص. يبقى لو وصلنا للأوفن دراي يعني مع ذلك ان معرفش في مخدش فيه مية خالص حوالين حبيبات، حتى مفيش مياه هيجروسكوبية. اول ما بتطلع تربة من الأوفن فتلاقي وزن التربة بيزيد لسبب ان الحبيبات التربة بتمتص من الغلاف الجوي المحيط، خاصة لو كانت الرطوبة فيه عالية كمية من الرطوبة. يبقى ده العلاقة ما بين المحتوى الرطوبي moisture content والتربة. رسمناها بطريقة تانية خالص اللي ليها علاقة بقول لحضرتك ايه الساتوريتد سويل، المياه التربة المشبعة بالمياه، والرسمة ديت بنتكلم فيها ان هي بتسموها classification of soil moisture، classification of soil moisture.
وعندنا بعد يومين لتلاتة من عملية الري في تربة جيدة الصرف، في تربة جيدة الصرف بنوصلهم للسعة الحقلية اللي هي الفيلد كاباستي، ومن الفيلد كاباستي للولتنج بوينت. ولتنج بوينت اللي هي نقطة الجفاف، ان النبات يبدأ يجف، ده بسموها الكابلري ووتر، بيها التوتر السطحي. من الولتنج بوينت لغاية الدراي بوينت، دراي بوينت ده بيسموها الهيجروسكوبيك ووتر. يبقى عندنا ثلاث أنواع من المياه لما نتكلموا عن علاقة المياه والتربة. عندنا الجرافيتيشنال ووتر، مياه الجاذبية الأرضية بعد عملية الري مباشرة حتى الوصول للساعة الحقلية، تاخد لها من يومين لتلاتة، بس لازم تكون في تربة جيدة الصرف. أول ما نوصلهم للساعة الحقلية، هتكلموا دلوقتي عن الفيلد كاباستي باستفاضة شوية، لغاية ما نوصلهم لنقطة الجفاف الولتنج بوينت، جفافنا جفاف النبات ده الكابلري ووتر، مياه توتر السطحي، وده اللي بيستفيد منها النبات. وممكن توصل الفترة الزمنية ما بين الفيلد كاباستي والتوب بوينت من 7 لـ10 أيام حسب نوع التربة ومنطقة انتشار الجذور ونوع النبات والظروف المناخية المحيطة. وبعد منها الهيجروسكوبيك ووتر، المياه الهيجروسكوبية. الجرافيتيشنال ووتر ديت مياه زيادة احنا مش محتاجينها، السوبر فلوس ووتر والكابلري ووتر، ده الافيلابل ووتر، ده المياه اللي النبات بيستفيد منها، والمياه الهيجروسكوبية ان افيلابل ووتر، مياه لا يستفاد منها، او مياه غير متاحة بالنسبة للنبات، ما غير متاح بالنسبة للنبات. الرسمة دي بتقول ان لو ده سطح الارض بتتم عملية الري، هنا بنضيفهم عمق من المياه كل فترة زمنية، عمق من المياه كل فترة زمنية، ده منطقة انتشار الجذور بيسموها الروت زون، ديت المنطقة اللي احنا معنيين بدراستها، ديت المنطقة المعنيين بدراستها واللي اتكلمنا عنها في المرة اللي فاتت. لكن هو بيتكلم عن حاجة أوسع شوية، بيتكلم عن ده الأكوفر اللي اتكلمنا عنه، الخزان الجوفي، وأعلى الأكوفر من فوق جراوند ووتر تيبل، منسوب المياه الجوفية. وطالما مفيش طبقة صماء فوق الجراوند ووتر تيبل بتخلي المياه دي تحت ضغط، يبقى بسموه انكونفايند اكوفر. لازم ترجع لانواع الاكوفرز، الكونفايند اكوفرز والانكونفايند اكوفرز. وعندنا الكابلري زون، يبقى لو احنا خدنا من سطح الارض لغايه اما نوصلهم للمنطقه الامبيرفياس ستراتا اللي هي منطقة التربة الغير منفذة، بنمر بمنطقتين اتنين، منطقة زون اوف فاريشن، منطقة اللي فيها هواء الفراغات ما بين حبيبات التربة، غير ممكن تكون ممتلئة مياه بعد عملية الري مباشرة، او في وصلنا للفيلد كاباستي زي ما اتكلمنا، وبعدين وصلنا لي الولتنج بوينت، لأن كل الفراغات ما بين الحبيبات لا توجد بها مياه، سواء الفيلم البسيط من المياه المحيط بحبيبات التربة اللي هو بسموها الهيجروسكوبيك ووتر، في الحالة دي النبات بيكون مات، ده بسموها الزون اوف اريشن. عندنا الزون اوف ساتوريشن اللي هو الأكوفرز أو الخزانات الجوفية. الخزانات الجوفي او الخزان الجوفي
بيفصل ما بين الخزان الجوفي اللي هو الساتيوريتد او الساتيوريشن زون عن الاريشن زون الجراوند ووتر تيبل اللي هو منسوب المياه الجوفي، وديت بيسموها الروت زون عمق منطقة انتشار الجذور. لو رسمنا علاقة ما بين soil moisture content المحتوى الرطوبي للتربة والزمن، هل لو عندنا الفيلد كاباسيتي اللي هو الساعة الحقلية اللي هو المحتوى الرطوبي بعد من يومين لثلاثة، المحتوى الرطوبي بعد من يومين لثلاثة من عملية الري، بعد يومين لثلاثة من عملية الري، بتكلم دكتور عن الري السطحي، بتكلم عن الري السطحي في تربة جيدة الصرف. وعندنا هنا البيرمننت ويلتنج بوينت، بيرمننت يعني خلاص نقطة الذبول الدائم، البيرمننت ويلتنج بوينت اللي هو نقطة الذبول الدائم. المحتوى الرطوبي ما بين الفيلد كاباسيتي والبيرمننت ويلتنج بوينت ده بنسموه الفيلد كاباسيتي، الفيلد كاباسيتي. لكن احنا ما بنوصلوش ل البيرمننت ويلتنج بوينت، يعني ما بنضيفوش الميه، ما ننتظروش لغايه ما توصل ان النبات يجف، لا احنا قبل ما نوصل لنقطه البيرمننت ويلتنج بوينت بتتم عمليه الري، بتتم عمليه الري على اساس ان لسه النبات في حيويته، لسه النبات قادر على يستمر يوم واثنين وثلاثه كمان لغايه ما يوصل للجفاف. قبل ما يوصل للجفاف بن ايه بنضيفه كمية مية تانية او بنعملهم رية تانية او بتتم الري كمان مرة. ده الى readily available moisture بتتم عند الخط ده عملية الري، ده بتتم عنده عملية الري. وده الoptimum moisture content وديت عملية الري. اضفنا مية عند النقطة دي saturation و او فوق منها بشويه بيومين لثلاثه، ونوصلهم ل بعد سبع ايام خمس ايام حسب نوع التربه وحسب نوع النبات وحسب العوامل المناخيه المحيطه زي ما اتكلمنا قبل كده. نضيف عمليه الري تاني فالمحتوى الرطوبي للتربه يبدا يزيد لغايه ما يوصل للفيلد كاباسيتي، وبعدين عملية الري التانية وعملية الري وهكذا لغاية ما تنتهي عمليات الري بالحصاد للمحصول. ديت المسافة ديت هي الفترة الزمنية بين الريات، دي الفترة الزمنية بين الريات، the period between irrigations، the period between irrigation، the period between irrigation اللي هو الفترة الزمنية ما بين الريات. الصويل ووتر بالانس بروديوس كمبتوم اليلد ريكواير ذات ذا صويل ووتر كونتين بي منشند بتوين ان ابر ليميت ات ويتش ليتشنج بيكامز اكسسيف اند لور بوينت ات ويتش كروب ار ستريسد. يبقى عندنا من الممكن المحتوى الرطوبي يكون ما بين نقطتين اتنين، ما بين الفيلد كاباسيتي او الساتوريشن كمان اللي هو بعد عملية الري مباشرة لغاية اما نوصلهم لنقطة اللي هي نقطة الذبول الدائم، نقطة الذبول الدائم. عند الساتوريشن بتبقى في عندنا كمية مية كتيرة لدرجة ان هي من الممكن تعمل ليتشنج، ليتشنج اللي هي الغسيل، ليتشنج اللي هو الغسيل. ولذلك في الفاصل ما بين الزراعات
بنعمله غمر للتربة وكميات مياه كبيرة شوية عشان نعمله غسيل للتربة، غسيل للتربة من الأملاح اللي تراكمت خلال الفترة الري. ده اللي هو الليتشنج، اللي هو عملية الغسيل. كلمة الليتشنج اللي هي الغسيل، ودي عملية بتتم بطريقة واضحة وجلية خلال الفترة الزمنية بين المحاصيل. بين المحاصيل احنا خلاص النهاردة حصدنا اي محصول ما، وبعد تتم عملية الخدمة للأرض قبل ما بنضيفهم اي كيماويات او أسمدة او سماد عضوي، بنحط من الدرية السرية عمق المياه المضاف بيبقى عالي شوية، عمق المياه المضاف بيبقى كبير شوية لدرجة ان هو بيغسل الملوحة وتنزل كمية المياه دي على المصارف، تنزل كمية المياه دي على المصارف. واتكلمنا عن الاسترس بوينت للنبات في الشكل اللي سكت. ايه هو الفيلد كاباستي والبيرمننت ويلتنج بوينت؟ هنا الفيلد كاباستي الاسعه الحقيقيه از ديفايند از ووتر كونتنت، المحتوى الرطوبي، الووتر كونتنت محتوى الرطوبي. وترجع لي معنى كلمه الووتر كونتنت في السويل عندك، ترجع للسويل، اي درس في السويل خدت فيه ايه هو الووتر كونتنت. ات ويتش اللي عندها الدرينج بيكمز نيجليجبل، خلاص ما عادش في مياه بتنزل لي الصرف، ما عادش في مياه بتنزل لي الصرف، كمية المية كلها ان التربة يعني محتفظة به عن طريق الكابلاريتي، عن طريق التوتر السطحي. يبقى الفيلد كاباسيتي از ديفايند از ووتر كونتنت، المحتوى الرطوبي. ات واتش درينج بيكام نيجليجبل، ما عادش في صرف، درينج بيكامز نيجليجبل، ما عادش في صرف اون افري دريننج سويل لتربة جيدة الصرف. ذا مينيمم سويل ووتر كونتنت، اقل محتوى رطوبي، از ديفايند بيحدد وين بلانتس بيرمنتلي ويلت، يعني حصل له جفاف، حصل له جفاف. اند از كولد از ا بيرمننت ويلتنج بوينت، نقطة الذبول الدائم، نقطة الذبول الدائم. ده أقل محتوى في أقل محتوى من المياه في التربة. When the soil water stored between field capacity and permanent wilting point scaled the total available water. يبقى إيه هو التوتال أفيلابل ووتر؟ التوتال أفيلابل ووتر ما بين الفيلد كاباستي، التوتال افيلابل ووتر ما بين الفيلد كاباستي والبيرمننت ويلتنج بوينت، ما بين الفيلد كاباستي والبيرمننت ويلتنج بوينت. نرجعوا تاني للشكل، ما بين الفيلد كاباستي والبيرمننت ويلتنج بوينت، ده بيسموها الافيلابل ووتر، ده بيسموها الافيلابل ووتر، ما بين الفيلد كاباستي والبيرمنت ويلتنج بوينت، ده بيسموه كله على بعضه كده الافيلابل ووتر. عندنا معنى الاوبل ديبليشن از مانجمنت ديسيجن based on growth production objectives and fair due management allowed depletion. يعني ايه MAD المانجمنت allowed depletion؟ ان عندنا نرجع برضو للشكل تاني، وصلنا هنا عند ال permanent wilting point، نقطة الذبول الدائم. لا احنا ما بنوصلوش نقطة الذبول الدائم، احنا قبل ما نوصل لنقطة الذبول الدائم بتتم عملية الري، بتتم عملية الري. يبقى الفترة الزمنية أو
ما بين ال permanent wilting point و إتمام عملية الري ده المحتوى الرطوبي اللي احنا من الممكن نتغاضوا عنه، محتوى الرطوبي نتغاضى عنه وما نستفيدوش بيه، وتبدأ عملية الري تانية عشان ما نوصلوش لإجهاد للنبات. ده المانجمنت اللود ديبليشن. To prevent reduced yield or quality، عشان نمنعهم او نحافظهم على المحصول والجودة بتاعته، the crop should be irrigated. ده تفسير الكلمة اللي فاتت او تفسير الباراجراف اللي فات. The crop should be irrigated before a given percentage of the available water in the root zone has been used by the crop. يعني او تفسير الباراجراف ده ان لازم تتم عملية الري قبل ما نوصلهم لنقطة الجفاف الدائم للنبات، قبل ما تخلصوا، قبل النبات ما يقوم بسحب كل كميات المياه الموجودة ما في التربة من مياه التوتر السطحي والوصول للمياه الهيدروسكوبية اللي هي المياه اللي لا يستطيع النبات الاستفادة منها، لازم تتم عملية الري عشان نحافظهم على جودة المحصول وكمية المحصول. To prevent reduced yield or quality the crop should be irrigated before a given percentage of available water in the root zone has been used by the crop. The lower depletion من 30 لـ 60% من المياه المتاحة الـ available water content has been used for management purposes، اللي هي في عملية الإدارة. العلاقة برضو ما بين السويل والووتر اللي هي بسموها السويل ووتر بالانس، كمية المياه اللي بتيجي على سطح الأرض، من الممكن تكون عملية الري أو عملية أو تساقط أمطار، عملية الري اللي هي إضافة مياه أو تساقط الأمطار. في عندنا كمية فقد اللي هو الإيفابو ترانسبريشن زي ما اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو عملية البخر النتح، الإيفابو ترانسبريشن البخر النتح. من الممكن تكون الفقد عبارة عن الران أوف، جريان سطحي للمصارف. ولغاية هنا ده منطقة انتشار الجذور من سطح الأرض، لغاية هنا منطقة انتشار الجذور مكتوب bottom of root zone of mature plant، لما يبقى النبات خلاص وصل لمرحلة النضج بتاعته. أي نقطة مية بتطلع بره منطقة انتشار الجذور بيسموها deep percolation، تسرب العميق. وممكن لو عندنا المياه منسوب المياه الجوفية قريب هنا، منسوب المياه الجوفية قريب، من ممكن يحصل بظاهرة التوتر السطحي الابورد فلو. الابورد فلو مياه بتطلع لي عكس الجاذبية الأرضية بظاهرة التوتر السطحي لغاية ما تتدخل مع منطقة انتشار الجذور. وعندنا change in soil water shortage changes in water shortage. عندنا هنا التغير اللي بيحصل في المحتوى الرطوبي سواء
عن طريق إضافة مياه بالري أو تساقط مياه أمطار. ده في عملية الإضافة. وعملية القصم أو النقص بالديب بركوليشن أو بالإيفابو ترانسبيريشن. ومن الممكن الإضافة يبقى الأبورد فلو لو قريب من منسوب المياه الجوفي. اتكلمنا قبل كده عن الووتر بالانس. المعادلة دي كمية مياه الأمطار و الإيفابو ترانسبيريشن والديب بركوليشن والسيرفيس ران اوف والتوتال بريسيبتيشن ديورينج ذا بيريود. من الممكن لو عدينا دي اخدنا البريسيبتيشن من الممكن نضيفوها لكمية مياه الري. يبقى عندنا كمية مياه الري وتساقطات الأمطار والجراوند ووتر اللي هو إسهام المياه الجوفية واللوسز من مياه الري في الجو والدلتا اس دبليو. ده سواء التخزين بالسلب او الايجاب، سواء التخزين بالسلب او الايجاب حسب الفترة الزمنية. والنوع ده من المعادلات شرحناه في الهيدرولوجي لما بنتكلمنا عن الووتر بالانس. دلتا اس دبليو تشينج ان سويل ووتر in the crop root zone during the period. من الممكن دلتا اس دي تكون بالسلب او الايجاب. عندنا السول موتشر تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. عندنا الزون اوف اريشن والزون اوف ساتوريشن. الزون اوف ساتوريشن اللي هي اكوفرز والزون اوف اريشن. عندنا في الزون اوف اريشن الجزء اللي يهمنا احنا اللي هو البيلت اوف سول موتشرز اللي هو منطقة انتشار الجذور، الحزام اللي فيه التربة والنبات والمية، العلاقة ما بينهم السول ووتر بلانت ريليشن شيب بتهمنا. لكن أحيانا الجراوند ووتر أو الكابلري فرنش الووتر تيبل، الجراوند ووتر تيبل ديت ده الكابلري فرنش اللي هو كمية من مياه الماء الجوفية تصعد عكس اتجاه الجاذبية الأرضية بظاهرة التوتر السطحي. والجزء ده بيتأرجح أحيانا ما بين ساتوريتد وأنساتوريتد. ساتوريتد خلال الفترة الزمنية اللي فيها حبيبة المية بتتحرك من أعلى لأسفل لغاية أما توصل للمياه الجوفية وبعدين تتحول ل ما الفيلد كاباستي أو الكبري وبعد تتحول للمياه الهيجروسكوبية زي ما اتكلمنا قبل كده. ده الزون اوف اريشن والزون اوف ساتوريشن. البروستي اللي هو اتكلمنا عن حجم الفراغات على الحجم الكلي، حجم الفراغات على الحجم الكلي ل التربة اللي هو البروستيل ان الفي فينتس على الفي توتال. ويبقى عندنا حوالي 40% في التربة اللي عندنا. ان اتش ماتر اوف ساتوريتد سول از ايكوفالنت تو ديبس. طبعا ده جزء من السويل. اتمنى ان حضرتك ترجع لي العلاقة ما بين المياه والتربة. لكن الجزء اللي خصنا هنا اللي هو البروستي اللي هو الفي فينتس على الفي توتال. الفيلد كاباسيتي اتكلمنا عنه قبل كده. After the drainage has stopped بعد الصرف
ما بيوقف خلاص، ما عادش فيه الصرف ده بالجرافيتيشنال ووتر. الجرافيتيشنال ووتر رميه الجاذبيه الارضيه اما توصل لشبكه الصرف بعد من يومين لثلاثه من عمليه الري، المحتوى الرطوبي هنا يكون بيسموه الفيلد كاباستي. من الفيلد كاباستي للويلتنج بوينت، الويلتنج او البيرمننت ويلتنج بوينت، البيرمننت ويلتنج بوينت اللي هو نقطه الذبول الدائم، ده بيسموها الافيلابل ووتر. الافيلابل ووتر احنا لما ما بين الفيلد كاباستي والبيرمننت ويلتنج بوينت اللي بيسموه الافيلابل ووتر ما بنوصلوش لنقطة الذبول الدائم، لأن قبل منها بنوصلهم بتتم عملية الري، وده المحتوى الرطوبي اللي من الممكن يحصل له فقد اللي هو الديبليشنز. الفيلد كاباستي هو هنا برضه حولها لك لمعادلة. الود وفوتر ريتيند ان سيرتن فوليوم اوف سويل على الود اوف ذا سيم فوليوم اوف سويل. برضه الفيلد كاباستي اللي هو موتشر كونتنت او الووتر كونتنت، وزن مية على وزن تربة، وزن مية على وزن تربة. هنا بيقول لك ده حبيبات التربة، دي حبيبات التربة، وده الفراغات اللي ما بين الحبيبات. لما تبقى الفراغات دي كلها ممتلئة بالمياه فدي حالة الساتوريشن. بعد فترة زمنية، بعد فترة زمنية من يومين لثلاثة أيام، الجرافيتيشنال ووتر خلاص المياه الجاذبية الأرضية راحت على شبكة الصرف، وبنوصلهم للفيلد كاباستي أو الساعة الحقلية. في بعض هواء اير بتوين بارتكلز، في ووتر، في عندنا الاير والووتر، وده السويل بارتكلز، وده افضل حالة بالنسبة للنبات. دي افضل حالة بالنسبة للنبات. بجذور النبات بتلاقي هواء وبتلاقي مية. ديت وصلنا للبيرمننت ويلتنج بوينت، نقطة الذبول الدائم. خلاص مفيش الا فيلم بسيط من المية حوالين الحبيبات والتربة، لا يستطيع النبات امتصاص هذه الكمية من الرطوبة، وبنوصل لنقطة الذبول الدائم. احنا ما نوصلوش لنقطة الذبول الدائم. قبل ما نوصل لنقطة الذبول الدائم بفترة، المحتوى الرطوبي ما بين الفيلد كاباستي ونقطة الذبول الدائم ده اللي هو حتى احنا بنسموه الفيلد كاباستي، محتوى رطوبي ما بين من يومين، بعد فترة زمنية من يومين لثلاثة بعد عملية الري حتى الوصول للذبول الدائم. لا ما بنوصلوش، من احنا ما بنحصلش ديبليشنز لكل الكمية ديت، بنسمحهم بديبليشن لحوالي 40% وتتم عملية الري تاني. البيرمننت ويلتنج بوينت نقطة الذبول الدائم اتكلمنا عنها، والافيلابل موتشر كونتينت اللي هو ما بين الفيلد كاباستي والويلتنج بوينت. الافيلابل موتشر كونتينت او الافيلابل موتشر ديبس، معنى بنحول الكونتينت لعمق. الافيلابل موتشر ديبس ما بين الفيلد كاباستي والويلتنج بوينت، والاوبتيمال موتشر كونتينت اتكلمنا عنه قبل كده. فور ساتيسفاكتوري جروث عشان خاطر نوصلهم لنمو مرضي. والبنات ريكواير ريدلي افيلابل ووتر، يعني النبات بيحتاج ان يكون في محتوى رطوبي كافي لاتمام العمليات الحيويه بدون اي معوقات. اما نوصلهم قبل ما نوصلهم للويلتنج بوينت بتتم عملية الاكسسيف فلادنج او اريجيتد. الاكسسيف فلادنج اللي هو
الرأي يعني هو نفسه عملية اللي رجيت الري السطحي، الري السطحي. عمق منطقة انتشار الجذور ده طبعا بيأثر معانا في حاجات كتير جدا، من ضمنها كمية المياه المطلوب إضافتها عشان نوصلهم لمرحلة إن منطقة انتشار الجذور كلها تكون في الساعة الحقلية أو في رطوبة كافية لعملية لإتمام العمليات الحيوية، وكمان بنحتاجوها بعد فترة عشان نشوفهم عاوزين نعملوا صرف في حتة بالظبط، عاوزين نعملوا شبكة الصرف بتاعتنا على أي عمق من سطح الأرض. فالعوامل اللي بتأثر على عمق منطقة انتشار الجذور نوع التربة والتركيبة أو تركيب حبيبات التربة بعد منطقة انتشار الجذور، وعمق المياه الجوفية، ونوع النبات، وعندنا كمان الـ amount of applied water أو amount of water applied، كمية المية اللي بتضاف أثناء عملية الري. هي دي بس هنوضحوا فيها جزء اللي هو رقم 5. لو احنا هنا يا سادة بنراوم ري بالتنقيط، ايه هو ري بالتنقيط؟ انت بتضيف كمية مية صغيرة بس كل يوم، بتضيف كمية مية صغيرة بس كل يوم، فكمية المية الصغيرة ديت كل يوم بتخلي المحتوى الرطوبي العالي قريب من سطح الأرض، فجذور النبات بتبقى طواقة للمناطق الأكثر رطوبة. جذور النبات بتكون طواقة للمياه الأكثر للمناطق الأكثر رطوبة، فجذور النبات في الري بالتنقيط بتلاقيها قريبة من سطح الأرض. جذور النبات في الأراضي اللي بتروى بالري بالتنقيط بتلاقيها قريبة من سطح الأرض. يبقى كمية المية لو أنت بتضيف كل يوم كمية مية صغيرة هتبقى كمية المية ديت أو الرطوبة قريبة من سطح الأرض، فهتلاقي جذور النبات قريبة من سطح الأرض، والعمق بتاع الروت ديبث هتلاقيه أقل، هتلاقيه أقل، وهتلاقيه كل الشعيرات بتاعة النبات قريبة من سطح الأرض في المنطقة الأكثر رطوبة. الباترن اللي هو شكل سويل موتشرز أو الباترن أوف موتشر أبزوربيشن، جذور النبات لو عندنا من سطح الأرض لغاية العمق ده الـ effective root zone depth أو الـ DR، عمق منطقة انتشار الجذور، بتتقسم لي أربع أجزاء، بتتقسم لي أربع أجزاء. أول ربع بأول 25% أو الربع الكبير الأول القريب من سطح الأرض بيبقى مسؤول عن امتصاص 40% من كمية المياه اللي بيتم إضافتها أو كمية المياه اللي بياخدها النبات في العمليات الحيوية الخاصة بيه. 25% التانيين من العمق بيبقى مسؤول عن امتصاص 30%، وال25% أو الربع الثالث بيمتص حوالي 20%، والربع الأخير بيمتص حوالي 10% من كمية المياه الإجمالية اللي بيمتصها النبات أثناء فترة النمو الخاصة بيه أو خلال الفترة الزمنية ما بين الريات والاتنين. صح. بكده خلصنا النهاردة تقريبا المحاضرة. لو في أي تساؤل ابعتوا لنا على الواتس أو بأي طريقة نتفاعل فيها مع بعض، لغاية أن نلتقي بإذن الله وعلى خير بعد الفترة العصيبة اللي بنمر بها دلوقتي.
وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.